أعزائي محبي اللغة، لقد رجعنا مرة أخرى. سوف نبقى قليلا ولكن سوف يظل تأثيرنا كثيرا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن بعض الأشياء والتعبيرات والكلمات اللي هي زي ما احنا قلنا لها شكل common يعني مألوف، وفي شكل صعب شوي absorb أو take in بمعنى يمتص. أوكي، فاحنا هنا بقول most ultraviolet rays are absorbed in the atmosphere يعني تمتص. اوكي، لو احنا هنا قلنا her capacity to absorb the information او take in the information is amazing، هنا معناها القدرة على الفهم او الاستيعاب، يبقى بنستنتج ان absorb او take in لها معنى اخر وهو بمعنى يستوعب او يفهم الشيء. give a headache يعني معناها cause a headache، اجمجت a headache يعني معناها ان هو يصاب بالصداع. يعني اما اقول لك this loud music usually gives me a severe headache يعني بتسبب لي صداع شديد. اما he gets a headache when he works on the laptop for long، يعني هو هنا يصاب بالصداع، لان اللي بيديله بقى او اللي بيخليه يصاب بالصداع اللي هو working on the laptop gives him a headache. ما نقدرش نقول gets بقى، انما he gets a headache. اوكي، when a prize، طبعا when بتيجي معاه مصطلحات كتيره جدا، يعني ما when a cup when a trophy when a competition when a prize. اوكي، ولكن هنا when a prize يعني يفوز بجائزه، ده مصطلح معروف. مستر عماد won a prize yesterday، ما نقدرش نقول هنا rewarded ونقدر نقول awarded، نقول awarded لو كانت جاية مبنية للمجهول. اوكي، اما هنا الشكل الثاني yesterday the prize، ما ننفعش نقول الجايزة فازت ولكن ذهبت الى، يبقى yesterday the prize went to Mr. Ahmed he really worked hard. معروف اعزائي دارس اللغة ومحبي اللغة إن أسكد بتستخدم في جملة القول قبل الجملة طبعا اللي هي مباشرة واللي بتتحول لغير مباشرة، وممكن تستخدم بعدها، وما فيش فرق غير في حالة واحدة بس، إن أسكد لما تستخدم كجملة قول قبل الأقواس بنحط قمع، أما لما أسكد بتستخدم بعد الأقواس لا نضع القمع. بعكس طبعا سد اللي هي بتستخدم قبل الأقواس بقمع وبعد الأقواس بكومة، يبقى ده الفرق الوحيد بين الاثنين، وده مش موضوعنا النهاردة. أما موضوعنا بنقول استخدام إف، لو كانت إف بمعنى هل مع أسكد تمام، يبقى هنا معناها إن دي جملة استفهامية متحولة للغير مباشر، زي الجملة اللي قدامنا دي هي أسكد مي إف أي نيو ذات هيز سيستر هاد بين إل، يبقى هو سألني إن أنا كنت لو أنا كنت عارف هل أنا كنت عارف إن أخته كانت مريضة، يبقى أنا أسكت عشان خاطر الجملة ديت إيه بقى استفهامية متحولة لغير مباشر. أما هنا في أسكت وفي إف وفي سد وفي إف، طب خدنا سد ليه؟ عشان دي جملة إف التانية، إف التانية في جملة ستيتمنت جملة خبرية تمام؟ وما بتتحولش في الغير مباشر لان الثانيه والثالثه ما بتحولوش، انما اف الاولى بتحول للجمله الثانيه. فهنقول هنا هي سيد اف هي ونت تو كايرو هي طبعا دي كوما هي وود كم اراوند اند فيزيت مي يزورني تمام، يبقى هنا هنستخدم ايه سيد مش اسكت عشان دي جمله ايه خبريه. استخدام از مع الفعل المفرد وار مع الفعل الجمع، يعني احنا قلنا هنا in our country the policemen are allowed ونكمل يعني يسمح لهم. مثلا in our country the policemen are allowed to control the traffic، اللي هم traffic policemen. اوكي تمام، يبقى هنا are allowed. وفي حتة جميلة جدا احنا عايزين نقول ان طبعا ان كلمة are allowed تستخدم في نهاية الجملة او لو بدأنا بفاعل عاقل، انما ما ينفعش نقول it is allowed to، ممكن نقول it is permitted to، ولكن ما ينفعش نقول is allowed to، معنى غير مستحب تمام. نيجي هنا للجملة دي in our country nobody
اكسبت يعني بط يعني فيما عدا بوليسمن، فكان التركيز بتاعي على نوبادي هنا مش بوليسمن. يبقى طبعا اي حاجه فيها كلمه everybody nobody تعامل معامله المفرد ولكن يعوض عنها بضمير جامع. معنى ما اقول everybody is happy they went outside okay to celebrate، يبقى هنا هنقول ايه nobody، يبقى هنقول هنا is allowed لانها تعود على كلمه nobody اللي هي بتعامل معامله المفرد. اخر مصطلح معانا او اخر كلمتين معانا اللي هي كلمه تو، اللي هي جدا لدرجه انه لا يستطيع او للغايه، وانف كافي. طبعا احنا عارفين ان تو صفه، تو مصدر بتيجي مع صفه سلبيه غير مستحب. يعني مول زمان از تو اولد تو ووك وذاوت استيك، يعني الرجل هنا كبير في السن لدرجه ان هو مش قادر يمشي بدون عصا. اما لو جينا بمعنى الايجابي لكلمه old فهنا نقول زمان is old enough to understand what you say، يعني هو ناضج وفاهم بدرجة كافية ان يفهم اللي انت بتقوله. مش بس يا اخواننا الاعزاء انها تستخدم مع old، ده مع صفات كتيرة. وندي مثلا كلمة زي dark، dark من الاول وهلة بيبان ان هي معنى سلبي. يعني احنا لو قلنا ايه the sky is too dark to see، that I can't see، يعني so dark that I can't see. اما لو انا مثلا بشتغل في مجال الاسترونومي اللي هي الفلك، لما اقول the sky is dark enough to see the stars، يعني معناها ضلمه كافيه لدرجه ان انا قادر اشوف النجوم، لان انا رؤيه النجوم يعتبر ايجابي بالنسبه لي. تمام. لحد كده الحمد لله وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وسوف نلقاكم قريبا باذن الله على موعد مع اللقاء. إلى اللقاء.